على مساحة إجمالية تقدر ب 50.5 هكتار، انطلقت عملية حصاد السلجم الزيتي بولاية ورقلة، زراعة صناعية استراتيجية تعد الأولى من نوعها في الولاية. من المتوقع أن تحقق مردودية تصل إلى 25 قنطاراً في الهكتار الواحد. عدنا المساحة المزروعة حالياً في ولاية ورقلة 50.5 هكتار على مستوى 3 دوائر. عندنا دائرة سيدي حوليد فيها 29.5 هكتار، عندنا 6 هكتارات في نقوشة و15 هكتار على مستوى دائرة حاسم مسعود. عدد المستثمرين والفلاحين المعنيين بهذه العملية هم 16 واحد. هي الحق هي تجربة واحدة الأولى على مستوى الولاية، وهذاك على ما كانش كاين مساحة كبيرة، لأن كل الفلاحين المستثمرين اداو مساحة صغيرة من أجل تقريب العملية التجارب. على غرار السلجم الزيتي، شهد كل من القمح الصلب والذرة عملية الحصاد بعد الحصول على نتائج استحسنها المستثمرون الفلاحيون بالولاية. الحمد لله كانت انطلاقة جيدة، وفرنا فيها كامل المعدات اللازمة لإنجاح هذا الموسم، وتحصلنا ثاني على نتائج جد مرضية ومفرحة في نفس الوقت. بالنسبة للمساحة المغروسة والمحصودة هي 180 هكتار. مساحات إضافية لزراعة السلجم الزيتي من المتوقع تخصيصها خلال الموسم الفلاحي القادم ضمن استراتيجية تدعيم وتعميم هذا الصنف من الزراعات عبر التراب الوطني.